مشوارك اليوم رح تنتهي بهالحلقة، وأكيد أن احنا اخترنا تكون حلقة استثنائية جداً. وهالمرة نحن رح نستقبل ضيف، مو بس ضيف، وإنما هو فنان وعازف أكثر من آلات موسيقية وأيضاً ملحن. بلند إبراهيم رح يكون بحلقتنا المشوارك أو ختام حلقة مشوارك اليوم، فخليكن معنا لحتى نختم معه حلقتنا لليوم. فأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، حتى نبدي معكم مشوارك، تعالوا معي لحتى نتعرف على ضيفنا أكثر ببرنامج مشوارك. هالمرة نحن رح نستقبل الضيف. مرحبا، اهلا وسهلا. كيفك؟ شرفنا ببرنامج مشوارك سيد بن. اهلا وسهلا. صراحة نحن كثير مبسوطين، وإنما أنت بصعوبة لحتى لقيناك. ممنون، أنا كمان مبسوط. أهلا وسهلا سيد بلند. بالبداية رح أسألك، أنت كم مرة بتزور أربيل بالشهر؟ والله يمكن نمشي ونحكي؟ إيه ليش لا؟ يعني حسب الشغل، مرات بالشهر، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات، يعني حسب حجوزات مع الحفلات. يعني مرتين، ثلاث مرات. طيب أول ما تزور أربيل لوين بتتجه؟ والله حسب أماكن الحجوزات مع الحفلات. حجوزات مع حفلات ولا بالبداية رح بتزور المطاعم لحتى تأكل وتشبع بعدين تروح؟ أكيد مطاعم، يعني أكو مطاعم حلوة في أربيل، مال أكلات بحرية أحبها وهاي الشغلات. أوه حلو كتير. طيب أنت قليل ما تطلع لقاءات، ليش؟ شو اللي بيخليك ما تطلع لقاء؟ يعني بترفض لقاءات الكتيرة، قليل ما تطلع لقاءات، ليش؟ تعرفين هسه وضع الفنان مو قبل 5 و10 سنوات بالنسبة للإعلام. نعم. لأن أكو اختيارات بالسوشيال ميديا هسه، مثلا أكو يوتيوب. نعم. أكو فيسبوك وإنستغرام، ويعني الفنان عنده غير نوافذ. يعني يطلع رسالته بهاي النوافذ. نعم. وبشكل عام أنا ما أحب الإعلام هو، يعني ما أريد لقاءات تلفزيونية إلا يعني مثلاً أشوف، أعرف المقدم مال البرنامج، المخرج، هوية البرنامج. يعني بتعمل يعني كامل تفاصيل لحتى أنت تطلع باللقاء. إيه بالضبط. شوي عندك خصوصية بالحياة، لهذا السبب تبتعد عن اللقاءات وال. لا علاقة بالعمل مالي. يعني البرنامج من أروح لازم أعرف يعني هوية البرنامج والإخراج ومضمون الفكري. نعم. يعني ناسب مع مشواري الفني مثلا. أوه حلو. إيه. صراحة ما حبيت أنه أبدي بحياتك أو مشوارك، بداية مشوارك. نعم. الفني، لأنه أنت غني عن التعريف ما شاء الله، كل جماهيرك بيعرفوا. نعم. مين بلند؟ بحب أسألك مين بلند؟ يعني كإنسان، كفنان، بشكل عام. بلند إبراهيم إنسان عاطفي. حلو كتير. حاب يكون مثلاً بتحكي عن حياتك الفني أكثر شيء أو حياتك أكيد الفنية. أكيد الفنية، وهي رسالة الفنان. يعني يشرح العلاقة العاطفية بين الجماهير والفنان، وبين مثلا العاشق والمعشوقة. حلو كتير. يعني هاي رسالة الفنان. فكل فنان ومغني إلا طريقة الخاص لتوضيح هذه الرسالة. حلو كتير سيد بلند. أنت ملحن وعازف على أكثر من آلات موسيقية. إيه؟ وكمان فنان. نعم. ومن سنة 84 بظن أنه أنت بلشت بحياتك الفنية. إيه من صغر يعني كنت عازف على البزق. حلو. الآلة الكردية، الطنبور احنا نسميها بالكردية. بعدين رحت معهد فنون جميلة و 5 سنوات عزفت على آلة الكمان. حلو جميل. وبعدين خرجت وبقيت هناك مدرس يعني 10 سنوات وبديت مشواري الغنائي. حلو جميل جدا. طيب في حدا من عائلتك غيرك بالفن؟ لا بس عائلنا بشكل عام يعني يحبون الموسيقى والغناء الكردي. يعني أبويا يعني كان الدافع الأساسي يشجعني
مشوار الفن. ما حدا اعترض ببداية مشوارك؟ ما لا كان لا في نهاية. عندك أعداء؟ لا اعتراض؟ مشاكل ببداية لا بالنسبة للعائلة يعني هم أصلاً يحبون الفن والموسيقى الكردية. يبدو كان في إزعاج شوي بس أكيد. يعني أنت قلت ما كان عندك أي مشكلة بحياتك الفنية. لا. يمكن لهذا السبب أنت نجحت بسرعة. ايه طبعا يعني العائله مهمه من تدعمك مشوارك الفني. واني هم يعني كانسان شفت نفسي يعني اني خلقت اصبح موسيقي يعني كان حلمك من البدايه. ايه اكيد. ايه حلو كثير. طيب كم طالب تخرج من مدرسه بلند ابراهيم؟ والله يعني انجاز اللي انت عملته. إيه. بالطلبه او بالناس اللي حبوا يتخرجوا من مدرسه بلند ابراهيم. هو 10 سنوات بقيت بالمعهد ودرست آلة الكمان والحمد لله يعني فترة 10 سنوات يعني سويت عطاء زين للطلاب. بعدين ما قدرت يعني استمر بالتدريس لأن كان عندي حفلات وأطلع من كردستان وأجي وما قدرت ألتزم يعني بالتدريس. كان عندك التزامات أخرى. إيه بالضبط. فعفت الفن. بس يعني انت عملت مبادره كثير منيحه انه قدرت تنجز انه عدد كثير منيح من الطلاب يطلعوا من مدرسه بلند ابراهيم. ما حدا بيشوفك او مثلا بيتعاون معك او مثلا حبوا يصيروا فنانين شجعتهم؟ هو انا درستهم موسيقى كعزف يعني والحمد لله كثير من طلابي هسه عندهم استوديوهات واروح يمهم ويعني يقدرون كلش زين يعني افتخر من اشوفهم. حلو كثير. إيه. يلا نقطع الشارع. إيه. الحياه عباره عن مشوار، يا شخص بينجح فيه يا بيسقط فيه. بالنسبه لك انت قدرت تنجح بمشوارك الفني 90%، خلينا نقول قول 70%. ليش 70%؟ يعني شو اللي خلاك يكون تختار 70% ومو 90%؟ انت كفنان كردي اليوم عندك جماهير ما شاء الله. إيه. باربع جزء من كردستان يعني مو كردستان بس. إيه. ولكن الخطوات اللي نحن عم نشوفها ببلند ابراهيم يمكن خطوات ناجحه جدا. إيه. لانه طريقه غنائك، طريقه لحنك يخلي الناس يحبوك لانك انت بتلحن لنفسك يعني ما بتشتري اللحن. إيه. لا اخترت 70% لان 90% نسبة عالية للنجاح حسب مقاييسي. بس الحمد لله يعني بين الجماهير الكردية قدرت يعني أوصل مرحلة يعني تقريبا نسبة كبيرة من الجماهير الكردية تسمع أغانية ويعرفوني. وهاي بجهود أصدقائي ويعني والبيت وجهدي بالدراسة الحمد لله. الحمد لله. بصغرك كنت تتعامل مع مين من الفنان لحتى كنت مثلا خلينا نقول انه تخرجت من مدرسته؟ هو بالبداية بالمجال الموسيقي منشن بالمرحلة السادسة ابتدائية رحت نشاط مدرستي بوقتها أستاذ وليد الله يرحمه السموعي يعني استفادت منه كثير واستاذ نيهان. بعدين من رحت على المعهد استاذ محمد عمر درسني على الكمان يعني هذول اساسي استفادت منهم بشكل كثير كبير. إيه يعني. إيه. وبعدين اني طورت نفسي وتعبت. نحن حكينا عن بداياتك بس مو بعمق وانما بشغلات مهمه اكثر شيء، ولكن حتى مشاهدين كمان بيعرفوا كثير انه خليكم معنا بفاصل قصير ونرجع نكفي حوارنا مع سيد بلند ابراهيم بطريقة أخرى. سيد بلند، يعني من بين كل البرامج يلي عم يجوك ليه اخترت برنامج مشوارك بالضبط؟ والله بصراحة يعني أنا باليوتيوب مالي هاي صار سنتين سويت سبتايتل عربي بكل اغاني. فباليوتيوب والبيج يجيني رسائل من الجمهور العربي يعني من بغداد من موصل واني تابعت زاغروس وبرنامج مشوارك الا مشاهد عربي يعني هذا كان سبب رئيسي اجي البرنامج. حلو. من طريق زاغروس وبرنامج مشوارك يعني يصير تعارف بيني وبين
محبين من يعني الجماهير العربية. لا ونحن أسعد الصراحة لأنه اليوم وصحيح. عملنا معك لقاء وشي تاني يعني اخترت شي نهار تغني أغنية عربية هو فكرت فيها يعني؟ قبل إيه فكرت بس يعني لأن من تقرر تغني بعربي بيكون لازم تكون بالبيئة العربية صح. يعني فترة عايش وياهم بس بالحفلات نغني عربي يعني باللايف ميوزيكال عندنا فقرة مثلا أغنيتين ثلاث أغاني حلو إيه كل مرة حفلات أغاني عربي. يمكن أنت أكثر فنان كردي مهتم بنشاطك الفني وباليوتيوب خصوصا يعني كثير بتهتم بالترجمة العربية بنشاطك كل يوم يعني أو كل فترة بتنزل أغاني جديدة يمكن جمهورك عم بيستنوك كل فترة وفترة حتى تنزل أغاني جديدة باليوتيوب إيه أكيد. فشو الايجابيات والسلبيات اللي بتشوف اكثر شيء بالسوشيال ميديا؟ والله بالنسبه للسوشيال مالي الايجابيات اكثر يعني من هاي سويت الترجمه طبعا ثلاث اربع لغات اسوي ترجمه الفارسيه التركيه العربيه اكو هوايه جمهور مثلا عربي يحبون الموسيقى الكرديه بس ما يفتهمون الكلمات تماما يعني من انت تسوي سبتايتل بالترجمه العربيه تسهلهم الموضوع ويحبون الأغنية أكثر. لهذا السبب كل عم يركض وراك لحتى تغني عربي صح؟ إيه إيه أكيد أكو سبب يعني هسه باليوتيوب مستمر يجي رسائل يعني من الجمهور العربي ومن اليمن يجي من البحرين يجي. ما شاء الله. طيب صراحة ما بعرف إذا نحن نقعد ولا لا أو نوقف. أنا بختار إنه نوقف لأنه صراحة القعدة مملة جدا. سيد بلند يعني. من ألحان الكردي شو بيفرق الفلكلور الكردي عن باقي القوميات أو باقي اللحن التركي الفارسي العربي شو بيفرق بيناتهم؟ هو الموسيقى والغناء الفلكلوري الكردي مثلا الدبكات الكردية أكو فرق بين الدبكة العربية وهي معروفة يعني واكو آلات بالغناء الكردي مثلا الزرنا هاي آلة كردية معروفة وبالكردي احنا نسميها دهول والطنبور هم آلة قومية كردية هاي الآلات يعني يميز الموسيقى والغناء الكردي حلو. يعني هسه الموسيقى العربية معروفة بالعود يعني تعرف بتر قريبة بالروح العربية العود مثلا القانون بس الموسيقى الكردية الطنبور والبزق والزرنة والدهول يعني تقدر تقول هاي الهوية تمام الكردية الموسيقى الكردية اللحن الكردي هلا كتير مهم انه الشخص بيهتم بالفلكلور الكردي وانت بتعرف يعني كتير من الفنانين وخصوصا محمد عارف وتحسين طه وايضا الفنانين العمالقة يعني الله يرحمهم ولكن كمان بنحب نوجه تحية ايضا ل فنان دلشاد او مايسترو الدكتور دلشاد محمد سعيد كمان من الاشخاص المهمين جدا اليوم بعالمنا الكردي وحتى يعني الموسيقى مالتهم ما زالت مستمره بجيل ورا جيل بالنسبه لك يعني في بعض الاشخاص بيشتروا لحن من برا ما عاد يهتموا باللحن اللي هن بيتعبوا عليه او مثلا هن اللي بيعملوا اللحن الكردي والفلكلور الكردي انت برايك كبلند ابراهيم اليوم انت بتتعب على لحنك الكردي لحتى يعني خلينا نقول اللحن الكردي مثل العمليه واحد لازم يكون دقيق عليه فأنت شو تعليقك على هذا الموضوع؟ هو تعرفين عندي غير جواب على هالموضوع هو الموسيقى بشكل عام يعني احنا من صغري مثلا كنت احب ام كلثوم فريد الأطرش يعني الموسيقى العربية بشكل عام حلو. وحتى التراث العراقي القديم ياس خضر وأستاذ رياح احمد الله يرحمه الله يرحمهم كل الفنانين العراقيين والعرب هي الموسيقى صلة روح بين الشعوب تماما فهاي الشغلة مثلا واحد مرات يشتري ألحان يمكن يصير هاي تجربة طبعا. النتائج الإيجابية والسلبية بعدين تطلع يعني أكيد. ما تقدر هسه تقرر هاي خطوة صحيحة لو غلط طبعا. بس كبشكل عام أنا أشجع يعني يكون تواصل بين الموسيقى الكردية والعربية عن طريق الفنانين والموسيقيين يعني هسه من احنا من صغرنا منشن نحب الفنانين الكبار العرب مثل أستاذ عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش يعني هذول الفنانين
يسوون صلة روحية بين الشعوب. تماماً. طبعاً أكيد هاي الصلة الروحية غير الفنان، بس الفنان يقدر يسويها. غير فنان ما. وأنت قدرت توصل لها الصلة الروحية؟ والله بجماهير الكردي إيه. وأتمنى يعني أدخل الإعلام العربي ويعني. توصل لمرحلة. يسمعون الأغاني الكردية و. يسمعون الأغنية الكردية أكيد، يعني هاي أمنية. تماما، ما هو هذا الأمنية اللي خلى نص العالم أو العالم العربي يعشقوا الأغاني الكردية، خصوصا يعني بعض الفنانين اللي عندنا راحوا وقدروا يوصلوا لمراحل مثلا مثل أرب أيدول وذا فويس وكثير من البرامج، وقدروا يوصلوا النقطة من اللهجة الكردية أو اللغة الكردية لحتى الناس كمان اليوم تحبها، رغم الناس بيعرفوا أنه الأغاني الكردية كيف كانت. يعني خلينا نقول مثلا الفنانين العرب قبل يعني شي 60-70 سنة كانوا يجوا لإعلام الكردي لحتى يتابعوا اللحن الكردي، انت بتعرف هذا الموضوع. ايه. فجدا مهم انه نذكر الناس انه عالم الكردي او لحن الكردي ما مات، ما زال مستمر بالفلكلور الكردي. اكو تراث كردي عريق يعني بالموسيقى الكردية. نعم، حلو، المكان حلو، الجو حلو، حبينا نحكي بمواضيع أكثر وأكثر، بس صارت معك مثلاً فد مواقف ببعض الأشخاص ما فرقوا بينك وبين خلينا نقول هفال إبراهيم بصلة الكنية؟ إيه صارت معك؟ طبعاً نوجه له تحية. يقولون هفال مثلاً، يقولون هفال بلند، يعني طبيعي هذا. حلو كتير، يعني يمكن أكثر من مرات قالوا لا هو ابن عمه لهفال إبراهيم. لا هو صديقي، يعني هو أنا من مدينة، هو من بس أخويا. بتحكوا لبعض يعني مثلا؟ أكيد. حلو كتير. سيد بلند، صارت معك فد مواقف ببعض الحفلات، الحفلات أو أمسيات الموسيقية، انه الناس مثلا تتعرض لك أو مثلا حاولوا مثلا يتقربوا لك وانت على ستيج، صارت معك مواقف؟ ايه اكيد طبيعي. شو اكثر موقف ما نسيته؟ والله كثير اكو مواقف، بس بالعمل نتعود يعني هاي الظروف ويصير شيء اعتيادي، بس الفنان يعني هو لازم يتحمل. صح، لان الجمهور عن قرب ما يعرفك. فانت مجبور السلوك بشكل عام يكون ايجابي. صح. حتى لو شفت يعني السلوك مو اعتيادي يعني طبيعي تاخذه. أكيد. والفنان يتعود يعني. حلو كتير. إيه. خصوصا انت قلت انه الفنان يتعود. أربيلي اليوم كان جو كتير حلو. إيه. رغم نحن حسينا بالحرارة شوي لانه عم بيتغير الموسم. إيه. وصراحة نحن حبينا يجي لعندك زيارة لادهوك ونكون نحن ضيوفك، بس اخترنا انت تكون ضيفنا هالمرة. سيد بلين، نحن رح ننتقل لبارت 2، ولكن هالمرة ياريت تتقبل منا انه هالمرة رح يكون حياتك البرايفت يعني الخاص. اسألي إذا قدرت راح أجاوب. لا لا راح أجاوب بكل سهولة. الله كريم. الله كريم. مشاهدينا الكرام، خليكم معنا ببارت 2 ونرجع نكفي حوارنا مع بلند إبراهيم. تا گیر بردا همیا چا
خوف ترجع بوش دمو ريوي. زوزان خوشم بكبره دخل خوش لف شاكره منت كيرين عشق و أبين بلي شبكم تدل بري واي واي جانيا تشبو هارا دشته خوشيا تش خوشيا بحشته مرادا مش خوده اوى از كدبوما برطا نشته واي واي. يعطيك العافية أخذنا لعالم تاني. من كثر ما انت غنيت بالكردي ف يعني كونكت صارت عندك تقول سباس تمام. اهلا وسهلا تونهاتي. اخترت هالكلمتين عنوان البومك ليش؟ هي عنوان اغنيه 2006 هاي الاغنيه سويتها. ليش كلمه تونهاتي؟ يعني ما اجيتي خلينا هيك نقولها نترجمها بالعربي. هو اسم الأغنية بصراحة الشاعر شعبان سليمان هو التايتل مال الأغنية سواها. من شفت الشعر يعني حبيت موضوعه. طبعا الجمهور الكردي يفتهم زين يعني المضمون العاطفي مع هاي الأغنية. هو الأغنية بكل حال حالة العاطفية بحالة انتظار. وللأخير يعني ما يعرف يا وقت يعني حبيبته راح تجي يمنا. انت غنيت هالاغنيه باحساس كبير. ايه فلذلك هالاغنيه بظن انه صارت لك يعني او خلينا نقول الناس صارت تتعرف عليك بهالاغنيه. ايه فانت شو رايك يعني باراء الناس بعد ما انت غنيت هاي الاغنيه؟ تعرفين اكو شغله بالفن يعني بالغناء وبالتمثيل. يمكن الاغلبيه الجمهور ما يعرفون هاي الشغله زين. نعم. هو الفنان بالحقيقه يعبر ويمثل الحاله العاطفيه للعاشق. مو شرط يعني الا الفنان بنفس هاي الحاله. صح. يعني كثير من الجمهور من فنان يعني يغني باحساس عاطفي كبير يعني يعتقدون كانه الفنان بهاي الحاله. حلو. لا بس هو الحقيقه الفنان كنت بهاي الحالة يمكن كنت ويعرف هاي الحالة. أها. يعني اكو فرق بين هاي يعني شوف ممثلين يمثلون ادوار يعني تشوفين تقول يعني هاي حقيقة. صح. بس هم يخلون حالتهم النفسية بهالوضع. المغني هم نفس الشيء. تمام. يعني من يغني عاطفي يعني لازم احاسيسه بالكامل تصير حقيقية ويا العاشق. حلو كثير. فمن احنا نغني عاطفي يعني كثيرين من الجماهيرين يقولون يعني يبدو انه بلند عاشق. ايه ايه بس بلند بالحقيقه كنت عاشق. ايه وهو يعني الفنان بالاول انسان. تماما. واذا ما يعشق مستحيل يغني باحساس او حتى يلحن او يالف شعر. كنت مدير باحدى قنوات كرديه. مستشار فني. مستشار فني كنت فيها. رغم ادارتك الفنيه اللي هناك اخذت نجاح كثير بالاداره خلينا نقول اداره الاستشاره الفنيه. ولكن استقلت بسرعه رغم نجاح اللي صارت بالاداره اللي انت كنت مستلمتها. ليش استقلت بهي السرعه؟ شو المناسبه اللي استقلت؟ والله المناسبه جمهوري كان سبب. يعني حسيت انه اكو هوايه وقت ألف أغاني جديدة الجمهوري. يعني الإعلام والإعلام التراثي والفني ينراد له وقت يعني طاقة معينة. يعني ما كنت أنت شوية طاقة للتلفزيون وشوية لجمهورك. صح. ما يفيد لأن ماكو مجال. وأنت شخص متنقل يعني بتسافر كثير بترجع. إيه إيه إيه. لهذا السبب أنت استقلت. إيه. رغم إنه كانوا محتاجينك كثير وما شاء الله لحد هلا إنه ما زالوا مستمرين على السيستم اللي أنت عملته. لا الحمد لله. مو الشغل الموسيقي الهم والحفلات أسوي هم نفس الشيء خدمة. رسالة فنية ماكو فرق. بس مجرد بغير طريق مثلا هسا طريق الفني للجمهور إذا أشتغل. ويمكن فترة يعني حسب قناتي يمكن 4 سنوات 5 8 ما أعرف حسب. صح.
ظروفي من صار عندي قناعة يمكن بالمستقبل أشارك مشروع تراثي. برغم أنه استلمت إدارة قسم الفن يعني صاروا عندك أعداء رغم أنه كان فترة كتير قصيرة؟ إيه طبيعي. وأنت شخص ناجح يعني بالفن بالألحان بالطريقة العزف بآلات الموسيقية، رغم هيك كمان صاروا عندك أعداء، أزوك ولا كانوا شيء بس مجرد يعني كلام بيوصلك أو شيء عادي؟ لا مجرد كلام، وهذا شيء طبيعي بالإدارة. يعني بالإدارة من تشتغل يعني مو بكيفك، أنت هم راح تأذي ناس يعني مو عن قصد، يعني طبيعة العمل الفني ينراد هيك. مثلا أنت محتاج مخرج مصور زين مؤلف زين، فهاي طبيعة الإدارة وأنا أتقبل يعني الشغل الإداري. حلو كتير. كايا رامن أين حبيبتي أو محبوبتي؟ إيه انت غنيت هي ممكن انه هي اغنية اكتر اغنية توصف فيها مشاعرك حتى بالفيديو كليب. ليش كايا رامن؟ ليش يعني شو اقول لك؟ يعني اقول لك يعني حبيت هالاغنية. انت كل اغانيك لها جاذبيتها الخاصة صراحة. وكل اغنية من اغانيك بتاخذ صدى كتير كبير، وانت بتعرف يعني اغانيك باللحن بالطريقة الغناء بالطريقة الفيديو كليب كمان لها عالمه الخاص. فهي الاغنية بالضبط اخذت صدى كتير كبير. ليش اخذت صدى؟ هل من المعقول لانه كنت عاشق من قبل؟ لا لا ماكو علاقة، مو بالأول شرحت ليش الموضوع، بس هاي الأغنية اللحن ما له فرق يعني على نغم كرت سويته، والستايل الموسيقى والمدرسة الموسيقية اللي اختارتها بالأخص لهذه الأغنية كان فرق من الأغاني. هاي أسباب نجاحها، والشعر هم كان له دور كبير للنجاح، واللحن وطريقة أداء الغناء. فاللحن من سويت اللحن ب 2010 نشرت الأغنية. يعني أنا من سويت اللحن عرفت إنه إحساس حلو أقدر أغني هاي الأغنية. طيب يا ريت لو تغني لنا إياها. صار شوفوا. طبعاً العربية مالتي مخلوطة شوية عربي شوية سوري. حلو، ما صاروا كتير من الفنان بيحكوا انجليزي وعربي مع بعض. فإذا نحن نحكي كردي وعربي مع بعض رح تكون فخر بالنسبة لنا. هم خدي كنجر هوايا رامن دي بومن بيجن كال كيفية كايوب چرنگوريا من هشتا دلیب دیوه هیم خودی کنگر هوه یارامن دید بومن بیجن کال کیوه کایاب چرن گوریه من هشتا دلیب دیوه دلیمش عشقاوی لی بهار واخ لیوه دلیمش عشقاوی لی بهار وقت لی ویا خود زانید کاشندش و خریبم خود زانید شخریبی های دل بریدم اگل با جیرم با شب و روژا دا چاوی خل همی تا خاگرینم شخریبی های دل برینم کس نابیجی دا صلاوه که بوب گهینم. الله شكرا كثير. نحن ما بنحب انك تغني لنا اياها بمقطع صغير، لا نحن بنحب انك تستمر. ايه هم بالمونتاج تقدرون الاغنيه الاصليه يعني تعرفون. لا لا ما شاء الله صوتك الطبيعي اهم من المونتاج ذاته. سيد بلند، لو رجع فيك الزمن شو رح تغير ببلند ابراهيم؟ والله نفس الشيء، ما رح تغير فيه شيء ابد نهائيا. رضيان على نفسك انت؟ الحمد لله الحمد لله. موسيقي وفنان ابدا يعني شيء خاص او مثلا شيء زعجك وانت صغير ندمت عليه بعد ما كل ذكرياتك مثلا تنعاد عليها ابدا ما نك ندمان؟ لا والله، بس يمكن
ندمان على الزمن مثلا ما قدرت مثلا تحقق الشغله اللي ببالك. ايه مثلا مجال الموسيقى والفني اقرا اكثر له يعني كليات وهي الشغلات يعني، بس هاي شويه الزمن كنت اقدر اكثر استغل الزمن. حلو بس كتير. هاي يعني بس هذا الشيء يعني بس انت رضيان على نفسك. ايه نفس الخريطه، الثقه اللي بنفسك كثير كبيره. الحمد لله. الحمد لله. انت شخص عاطفي جدا، وبظن بعاطفتك هي وبإنسانيتك الكبيرة يمكن احنا سمعنا كثير، يمكن شفنا آراء ببعض البرامج لما قالوا انه انت بتبكي بسرعة بسبب عاطفيتك الزايدة. في كثير من الفنانين عاطفيين، بس في منهم لدرجة يعني. عملت ألبوم وعلى حسابك الشخصي، وهذا الألبوم انت بعته وعطيت حقه للفقراء والمساكين، من وين اجتك هالفكرة؟ لا هاي الشغله يعني تقريبا كل سنه سنتين عندي باجيت خاص لهاي الشغلات. اصدقاء مثلا فقراء، وهاي بالاعلام ما احكي عليه نهائيا. ايه يعني تحبش يكون شيء خاص. ايه ايه ويمكن صار 10 12 سنه هاي الشغله مستمره اسويها كل سنه. يعني زي كارنا الفني الحمد لله. شو في شيء انت مخبيه على الاعلام لحد هلا ما صرحت عليه؟ تعرفين الإعلام هو للجمهور، أهم شيء للجمهور الإنتاج الفني للفنان، يعني الأغنية مضمونة صوت الفنان، لأن هذا مطلوب من الفنان. الشغلات الغير الفنية هذا شيء شخصي يعني يخص الفنان، لأن الفنان بالأول بالأخير هو إنسان. حلو كتير. هو هم عنده مثلا حياته الخاصة، يعني مو معقول الفنان ما عنده خصوصية، مو صح. لأن هو إنسان يعني. اذا هسه معقول الجمهور يعرف 99% تفاصيل الفنان؟ اكيد لا، ما يصير. بس هسه المطلوب من الفنان العمل الفني الجيد، يعني الجمهور عنده حق ينتقد الفنان اذا انتج عمل فني مثلا مستوى مو زين، هذا حقه ينتقدنا. بس غير العمل الفني هذا شيء يخص حياه الفنان. نحن ذكرنا انه عندك جاذبيه خاصه. عملت فيديو كليب باخر فتره، الفيديو كليب نمي نم. ايه؟ لن ابقى. الفيديو كليب عباره عن نبره حزن، ولكن بطريقه انه بنوته يعني بالفيديو كليب العاشقه. بس نحن ما شفنا العاشق. وين كان العاشق؟ أنا شن بالكليب. أنت كنت بالكليب. إيه الأغنية هو حالة فقر وغنى. مو اسم الأغنية الفقر. وهاي الأغنية هم سويت لها ترجمة باللغة العربية. وكمان أخذت صدى كتير كبير. إيه حتى جمهور عربي زين جاء هاي الأغنية. حلو كتير. الفقر هي مضمونة صراع بين غنى والفقر. انت بتشوف هذا الشيء بزمننا كثير؟ اكيد كل الازمان موجود. صارت بكردستان؟ صارت معك انت؟ والله معي لا، بس اكيد الحاله الاقتصاديه بالنسبه للشرق الاوسط ايش طبيعي. حلو كثير انك تتهرب من السؤال. لا ما اتهرب، بس اعطي الجواب الصحيح ومختصر. حلو كثير. سيد بلند، نحن كثير طماعين صراحه بالسماع الاغاني، بتحب تسمعنا هلا شيء؟ والله نمينا. نمين كيف؟ يلا تمام. بعدين مقطع صغير عربي هم راح اغنيه. يلا. هسه احنا لسه ما انتهينا. اخبرو جام تو دیتی جرایی که تو ناز کری بوی گوا حاتیم نکته تبدیناتی حشمن کری دروژه که دیار بیتن
دي تشنكو فون دورم بي دي روجكي ديور بيتن دي تشنكو فون دورم بي دشني زوني من تدوي يو ديور تو يورم بي نمينم واس نمينم بو كسرات في دليدا بو هيروجا تأسهلايم بو انشو وين ترشكري دي بجي چه سري مهات ازا دل خوش بوين آخو دل مزوري الكيه گيري داتو هر نازدارام بي نمينم واس نمينم بو كسرات في دليدا بو هيروجا تأسهلاي بو انشو وين ترشكري دي بجي چه سري مهات ازا دل خوش بوين آخو دل مزوري و كيه گيري داتو هر نازدارام بي دست خوش شكرا كتير يعطيك العافية عندك ثلاث بنات أو ثلاث قمرات بالبيت وانت تعرف البنات يحبوا الاهتمام الأب وعندهم عالم خاص بحب الأب لهم إذا بناتك وصلوا لمرحلة وصار عندهم حياتهم الخاص واختياراتهم الخاص وانت بتعرف البنات إذا بيوصلوا لمرحلة فبيحبوا ويصير عندهم شخص معين فأنت كفنان وأب غيور كبلند إبراهيم رح تقبل إنه بناتك يتزوجوا على طريق الحب؟ طبعاً أكيد يعني طريقة شرعية وحلال عند ربنا ويعني كأب غيور يعني ها أنا غيور إذا يعني إذا شفت طريقه مو صحيح بس إذا طريقه مو صحيح لا ما هو غير عادي كيف تعاملك مع بناتك؟ أصدقائي جداً إيه ثلاثتهم تحبون ثلاثة نفس المستوى ولا كل واحد لهم مستوى الخاص؟ لا لا نفس الشيء أبداً ما عندهم غيرة مثلاً من بعض من شانك مثلاً لأن البنت عادة تكون عندها غيرة للأب فمثلاً إذا شافوا اهتمامك للتعليم والله كل البنات هي يعني هاي صفة أنا منهم الصراحة صفة أزلية يعني بس شيء طبيعي أنا أتوازن بين الثلاثة يعني ما أخليهم يحسون بفرق يعني بيناتهم الله يخلي لك يا هون أكيد منوجه تحية لبناتك ولزوجتك أيضا لعائلتك سيدة بلند رغم نحن عم نوصل لمراحل انتهاء الحلقة كثير من فنانين العمالقة اعتزلوا الفن بوقت كثير قصير رغم جمهورهم محتاجين للأغاني تبعهم يعني من بينهم خلينا نتذكر زكريا عبد الله أكيد منوجه له تحية شو رأيك بقرارات الفنانين اللي بحبوا يعتزلوا بوقت مؤخر رغم عندهم شهرة كثير كبيرة تعرفين كل فنان له ظروفه الخاصة يعني أنا كفنان ما أقدر أتصور الظرف الخاص بأي فنان لأن أنت من تنطي الرأي يعني أكيد لازم يكون عندك معلومات شنو السبب الفنان ترك لو توقف لو اعتزل فكل إنسان وكل فنان حسب ظروفه الفنية والجماهيرية والاقتصادية والاجتماعية ياخذ قرار بس يستحسن يعني أنا راح أحكي على نفسي يعني الفن رسالة والموسيقى ومن تخلي جمهور يتعلق بيك يعني على الأقل يكون هاي الصلة المستمرة بين الجمهور والفنان يعني تبقى حتى مثلا صارت ظروف يمكن تقلل شوية تنسحب بس لأن من تسوي مدرسة ورؤية خاصة لجمهورك الجمهور راح يطلب منك العمل الفني فبهاي الحالات إلا الفنان يجيب يعني يجاوب على هذا السؤال صح. أنا ما أقدر أنت ما فكرت أنك تعتزل بيوم من الأيام؟ لا نهائيا لأن أنا إذا اعتزلت راح أعتزل نفسي كإنسان لأن صح. أحب عملي يعني متعلق بعملك جدا نقاط السعادة بحياتي هو أنا موسيقي ومغني وأحب عملي
حلو جدا. شباب هالايام او فنانين الاكراد الجداد طالعين على الجديد طالعين على الساحه، شو رايك بادائهم الفني انت كفنان وكملحن كاستاذ بالمعهد؟ بالاول اشجع كلهم. وكلهم شباب، والوقت والزمن راح يخليهم يتعلمون الغلط والصح. يعني هو الفنان الناشئ والمغني الناشئ اذا ما يغلط ما راح يعرف بعدين شلون يصير مغني زين لو فنان زين. بس النتيجه الاخيره هي الحكم. اذا ما استفاد من اخطائه ما راح يستفاد من نجاحه، لا، والجمهور ما راح يرحمه. صح. فاشجع كلهم والزمن راح يحكم بالاخير. رغم ما نحن وصلنا للختام، بحب اسالك شو بتحب تقول اليوم لبلند ابراهيم؟ يعني انا احكي ويا نفسي. تماما، تحب تقول شيء لنفسك ما قلته من زمان؟ والله اريد اجتهد اكثر واتامل انتج عمل فني احسن من قبل حتى يرضى جمهوري عني. ان شاء الله. ان شاء الله بموفقيه وبالنجاح الاكبر واكثر. يعني انت ما انك محتاج للنجاح لانك اوريدي ناجح، فاكيد مشوار اليوم كان جدا ممتع معك، وشكرا كثير لانك جيت لمشوارك وكان لقاء جدا مميز. وهالمره مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم مشوارك لليوم، بحب ايضا اشكر ستاف مشوارك واشكركم ايضا على جهود اللي تعاملوا مع مشوارك اليوم. فايضا كمان بحب اشكركم ودمتم سالمين والى اللقاء. راح اهدي اغنيه للسيده ام كلثوم. يا ريت. طبعا ما اقدر اغني مثلها بس احاول يعني للجمهور العربي. هذه ليلتي وحلم حياتي، بين ماض من الزمان واتي. الهوى أنت كل هو الأمان، فاملئ الكاس بالغرام وهاتي. بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار، بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار، وديار كانت قديما ديارا ديارا، سنراها سنراها كما نراها نراها، سوف تلهو بنا الحياة سوف تلهو بنا الحياة، وتسخر فتعال تعال، أحبك الآن 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 أكثر.